ما تفضلتم به كله إن شاء الله نجيب عليه ويصلكم الجواب بحوله تعالى صوتيا. كلامي عن الأخوة جميعا سلاكا وكلامي الأخوة جميعا وإذا أنت أتكلم مع شخص بذاته مع احترامي الأخوة جميعا الأخ بعد ذلك سألني سؤالا وأجبت هذا الجواب وأكرر وأقول بأن طاعة أهل البيت واجب على كل مسلم والمسلم الذي يعطي أهل البيت هو عاصي لله عز وجل وقد قالوا من لا تقية له لا دين له من ترك التقية فقد كفر وهذه الحديث حديث صحيحة لا شك فيها وكل من يعترض عليها يعترض على الأمة عليهم السلام. حاشا لله تعالى أن نعترض على أئمتنا صلوات الله عليهم وإنما نناقش في أن موضوع التقية متحقق في هذا الزمان أم لا، وكنا نرغب في أن يقع أو يجري لقاء إن شاء الله بيننا وبينكم، وإذا رفضتم فإن شاء الله يصلكم على الأقل وجهة نظرنا وأنتم احكموا بما يمليه عليكم دينكم وضميركم. والسلام عليكم. نتبع ما قالوه وما أمرونا به ليس عندنا من ذاتنا من توجهاتنا أي شيء إحنا نتبعهم لأننا ما عندنا تسليح والتحول هو ما يريد يتكلم ويانا ما يريد يتناقش السلام عليكم سيدنا عليكم سلام عليكم أبو نور رحمة الله وزيك الجماعة الأخوان هناك ما يريد يتكلم ويانا أستاذ شنو يسوي حتى ما يحب يتكلم شنو يسوي إن شاء الله وقائم إلى يوم القيامة
الكفار أنا نقول له ما عنده شيء آخر، ونقول كل من يخرب هذا التقية هذا يكون عدو الله وعدو رسوله وعدو أهل البيت، لأنه يتسبب بسفك دماء شيعة أهل البيت عليهم السلام. إذا كان الأمر واضح يعني إن شاء الله هسه إحنا نقاشنا مفتوح، دريد نوصل إلى مرحلة نسأل فيها الشيخ عن يعني فعل تأثيره بالقناة. ما أنا نهمني أنا شو عادية ما وصلت الرسالة سيدنا. وإذا تحبون تعالي مجموعة أحاديث نبوية أحاديث عن السلام نجاوب إن شاء الله هذه المسائل نجاوب على الشبهات. لا تقية له لا دين له. طيب سيدنا ممكن بس تسمعون حديثنا احنا كجلسة قاعدين بس تسمعون الحديث ممكن اخذ من وقتكم؟ لا لا انا ما عندي خلاص الله يبارك فيك سيدنا. شكرا سيدنا انا الحديث لها سيدة وبعدين اسمعكم يا ان شاء الله. بلي سيدنا احنا وصلت القضية سيدنا احنا لازم خلاص بعد يعني نعم نبدأ في المحاش في خلق التقية يساهم في سفك دماء شيعة اهل البيت وهو عدو لأهل البيت وأهل الدعاء ما ادعى وهو عدو الإمام باقر الإسلامي. قضية شوفوا أنا إلى الآن ضابط أعصابي إلى الآخر إلى الآخر القضية واضحة القضية واضحة على خذ راحتك سيدنا. شكرا جزيلا سيدنا بحفظ الله ورعايته. آسفين عايز أعزف يا رب السلام عليك بما لا بحفظ الله ورعايته. هو احتمال يسجل بس ما أعرف له عندي في كلام الشيخ تليفوني يسجل أي شيء ما حصل عندي في كلام يعني رحمه الله واجه وصلوا على محمد وآل محمد. اللي سمعته أنا طبعا للعلم ضبط أعصابي كثيرا احتراما للإخوة الحضور وإلا بإمكاني أن أرد وأكرر أكثر من مرة لأنه هو جاي يكرر دائما يكرر نفس الكلام ونفس الكلام عدوا لأهل البيت والتقية ديني ودين آبائي ومن ترك التقية وقد كفر وكأنه نحن صغار ولا نعرف هذه الأحاديث عن ظهر قلب. الكلام مو هكذا، إنما نحن نناقش في أن موضوع التقية متحقق في هذا الزمان أم لا. وأما مسألة الترهيب وقضية إحنا اجتمعنا وصدر واتخذنا قرار وكذا يعني هذا أمر يخالف الأوامر الشرعية لأنه المأمور به الأطراف أن يتثبتوا، الطرف لازم يتثبت قبل ما يحكم، وهم لم يناقشوني في شيء وما عندهم لا يريدون النقاش ولا يريدون الحوار ولا يقبلون يجون عندنا ولا يقبلون في طرف ثالث ولا نتكلم حتى بالتليفون ما راضي يسمع الكلام يعني حتى بالتليفون. بس أنت خابرت اسمع شنو يضر تأسى حجيت وتكلمت وقلت أنه التقية ديني ودين آبائي هو ذكر عدو لآل محمد عليهم السلام وكذا وإلى آخره. طيب اسمع هذا الطرف كيف يبرر موقفه، لعله أكو شيء غائب عن ذهنك ما تدري عنه ولا بعد ذلك تعذر هذا الطرف.
هذا أسلوب إحنا نعتبره حقيقة إهانة لنا، لكن مع ذلك لا نتسافل إلى هذه الدرجة. قلت أنا ما أسوي القضية شخصية مع هؤلاء ولا مع غيرهم، هدفي واحد ومحدد، فمن يأتي في أمامي في طريقي إذا كان يسوى الرد عليه يرد عليه، إذا ما يسوى ما يسوى. زين، ما أدري أجاب على الشبهة ما سأول أو كلام الأول سؤال أبو عبد الله. نعم، نرجع على ذات السؤال. فإذا أولا القضية، هاي البعد الأول في الجواب، أنه القضية فيها نوع من التجني على الواقع. لما تقول هذا الاتجاه يسبب سفك دماء الشيعة، عليك أن تقدم برهانا على ذلك أو مؤشرا من أرض الواقع، وإلا يكون هراء. عندك إثبات أنه إنسان طلعوا في إذاعة العراقية مثلا من ذول الإرهابيين اللي لزموهم فرضا، ولما قالوا له ليش أنت تروح تفجر في الشيعة، قال لأنه سمعت محاضرات شيخ ياسر مثلا، ما عندك دليل. هذه النقطة الأولى. وين وجد شيخ؟ إن وجد نبني عليه، هسه جاي على النقاط الأخرى، حتى إن وجد نبني، نقول نبني عليه، حين ذاك يأتي لكل مقام مقال. هاي البعد الأول. البعد الثاني، بس قبل ما أنتهي من هذا البعد الأول أقول نقطة جدا مهمة. نحن نرى في تكليفنا الشرعي أمام الله تعالى، أمام رسوله صلى الله عليه وآله، وأمام صاحب العصر صلوات الله عليه وروحه فداه، أن هذا الاتجاه الذي نمضي نحن فيه هو الذي يحقن دماء الشيعة، لا العكس. هذا الاتجاه الذي نمضي به من واقع التجربة، من واقع التاريخ، قضايا التاريخ، هذا الاتجاه هو الذي يحكم. مرت هنالك في التاريخ نجد كلما ظهر اتجاه شيعي شديد على أعداء آل محمد عليهم السلام، كلما سبب ذلك رهبة عند الطرف الآخر يمتنع بموجبها من أن يهتك شيعيا واحدا. وخير مثال على ذلك الحركة الصفوية في إيران. إيران التي كانت بكرية مخالفة وسفك فيها من دماء الشيعة ما سفك، جماعة من المتشيعين من عائلة صفي الدين الأردبيلي الشافعي عالم من علماء الشوافع تشيعوا، هذه الجماعة لأنها لا تحمل الالتزام بالتقية رفعوا التقية مطلقا باعتبار متشيعين، فللتو داخل في قضية التشيع، وشكلوا حركة قوية كانت العملة التي سكوها للدولة الصفوية أول ما أسست شاه إسماعيل، عملة هاي موجودة تراثية بالمتاحف، ممكن واحد يروح لحظها في إيران، العملة هذه وجه فيها اللهم صل على محمد وآل محمد، الله محمد علي حسن حسين، الوجه الثاني لعن الله أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحسن. الوجه الثاني عملة تراثية نفسها، يعني قمة إظهار العداء لأعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على رؤوس المخالفين داخل إيران، هذا سبب عندهم حالة من الرهبة أنه هؤلاء ناس جايين خلص رفعوا التقية مطلقا وجايين هذول لا يهابون الموت فمستعدين لكل شيء فلن نتحرش بهم. نفس الشيء صار معنا بالكويت اعتدوا على مساجد شيعية حسينيات شيعية تفجيرا، فجروا مسجد محمد بن أبي بكر، قعدنا مسجد شيعي منطقة الجهراء بالكويت فجروا، مع أنه هذا المسجد تابع لمحمد حسين فضل الله، يعني أقرب الاتجاهات الشيعية إليه، من يهادنهم ومن يسالمهم إلى الآخر، راحوا خلوا له سيارة أمام الباب صلاة الجمعة فجروا السيارة. زين، هاي بالكويت سنة 2004 للعلم هذا. زين، حسينية آل ياسين في منطقة المنصورية أيضا أطلقوا عليها إطلاقات بالرصاص. أما نحن هيئة خدام المهدي عليه السلام، بناء كامل على الشارع الرئيسي، لافتة يافطة موجودة واضحة، ويوميا هذا نشاطنا، هذا عملنا، إصداراتنا أصلا المطبوعة توزع في الكويت على هذا الاتجاه، محاكم وقضايا ومشاكل وكذا، حتى عود ثقاب واحد ما أشعله بدنا.
كان عندهم حالة رهبة من هذا الاتجاه. حتى لما اعتقلت أنا، حتى لما اعتقلت من طبيعة التحقيق معي، فهمت أن الدولة عندها نظرة أنه هذا الاتجاه اتجاه مسلح، اتجاه الذي هالشكل يتكلم بكل جرأة بكل شجاعة، إذن هذا اتجاه لا يخشى شيئا، إذن دولة مستعدين، دولة لكل شيء. بعد ذلك تبين لهم العكس فاستمر احتجاج. قصدي هذه معادلة نفسية معروفة إخوان، الهجوم خير وسيلة للدفاع. أمير المؤمنين صلى الله عليه في نزل بلاغة يقول: أغزوهم قبل أن يغزوكم، فإنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذل. فالقضية معادلة نفسية، إحنا دا نحقق هاي المعادلة الآن بالعالم. هاي بالنسبة للمحور الأول أو البعد الأول. البعد الثاني نسميه بعد النقدي، جواب نقدي. إذا ثبتوا قاعدة، دققوا جيدا، إذا ثبتوا قاعدة أنه كل جهد تبليغي، كل جهد تبليغي يؤدي إلى سفك دماء الشيعة فهو جهد باطل وحرام وممنوع شرعا، فهذا يكلفهم الكثير. أولا، وهذه رأس الطامات، يكلفهم تخطئة ثورة الحسين بن علي صلوات الله عليه، لأن ثورة الحسين بن علي عليهما السلام إنما جاءت في أشد العصور تقية حكم يزيد بن معاوية. وحينما وقعت هذه المعركة، معركة كربلاء، لم يقتصر سفك دماء الشيعة على الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، وإنما امتد. اقرأوا التاريخ جيدا، شوفوا بعد معركة كربلاء كيف تتبعوا الشيعة في كل مصر، في كل أرض، وكانوا يقتلونهم بسبب موقعة الطف، بسبب هاي الثورة التي وقعت، بسبب هذا الجهد الذي وقع. فهل يلتزمون بمثل ذلك؟ هل يخطئون الحسين عليه السلام لأنه لم يعمل بالتقية وهي دينه ودين أبائه؟ كلا، يقولون نعم. جوابهم سيكون هذا، أنه نعم، وإن تسبب الأمر بسفك دماء الشيعة، لكن إقامة الحق كانت تتطلب هكذا التضحية. قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أي لابد أن أعمل بهذه الوظيفة، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وإن تسبب ذلك سفك الدماء كما حصل واقعا، كما حصل. نحن نقول الشيء نفسه، نقول حتى لو تسبب أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر في سفك دماء بعض الشيعة، وإن شاء الله أكون أنا أولهم كما أدعو في سجودي في كل صلاة، إذا الإخوة يدرون في آخر سجدة أنا دائما أدعو: اللهم ارزقنا الاستشهاد في سبيلك، وأطلب من الله تعالى أن لا أموت ميتة على فراش، لألف ضربة بالسيف كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام خير من موت على فراش. زين، وإن شاء الله أكون. فأقول مع ذلك هذه دماء زاكية وهؤلاء شهداء، وهذه التضحيات تسوى من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس مجرد سفك دماء الشيعة. إن ثبت هذا، إلى الآن إحنا كلامنا ما ثبت شيء، إنه قطرة دم واحدة بسببنا ما ثبت. الإمام المعصوم يختلف عن إنسان لا، شوفوا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تقييم للواقع يختلف عن تقييم غير لا شك يختلف، لكننا أمرنا بالتأسي. نحن ألسنا مأمورون بالتأسي بالحسين عليه السلام؟ لا شك. فإذا وجدنا الظرف والواقع هو واقع الحسين عليه السلام، فأي إشكال بالتأسي بالحسين؟ أي إشكال؟ هم أيضا يتأسون بالأئمة إذ يعملون بالتقي، نفس الشيء، نفس القضية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كل واحد من المعصومين شوف عصره يطابق عصرك في ظروفه في أبعاد العامة، طبق ما فعله الإمام المعصوم. إن كان الدور دور الصلح، صالح كما صالح الإمام الحسن، أو هادم كما هادم الإمام الحسن عليه السلام، وإن كان الظرف يقتضي الثورة فثور كما ثار الإمام الحسين عليه السلام،
وإن كان الظرف يقتضي الاثنين معا من باب توزيع الأدوار كما في عصرنا هذا فأهلا بالاتجاهين. جاء جماعة إلى الإمام المعصوم الإمام الصادق صلوات الله عليه وقالوا له ما مضمونه، ما مضمونه؟ أنه وجدنا جماعة من كبار تلامذتكم وأصحابكم في منى، في منى يتمون الصلاة، وجماعة آخرين يقصرون الصلاة، كيف ذلك؟ زين؟ لا أريد نكمل إحنا كلامنا رجاء، أريد نكمل بعد ما نتوقف رجاء. زين؟ فالجماعة هؤلاء، الجماعة هؤلاء مختلفين، كبار الشيعة تخيل، ويسألون الإمام الصادق كيف هذا الاختلاف؟ شوف الإمام كيف جاوبهم، جواب حكيم جدا، قال أنا خالفت بينهم حتى لا يعرفوا فيؤخذوا، أنا خالفت وزعت الأدوار. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حركته ضد حكومة أبي بكر وعمر عليهما لعائن الله بعد استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قام بهذه السياسة، وزع الأدوار. شلون؟ هو اتخذ جانب المعارضة السلبية بالبيت، معتكف في البيت احتجاجا على الوضع القائم، في المقابل خلى واحد معارضة إيجابية يجهر بالحق، أبو ذر رضي الله تعالى كان يوقف أمام اقرأ بالاحتجاج، يقف أمام أبي بكر بالمسجد النبوي الشريف، أبو بكر في قمة هيمنته في قمة سلطنته، يقول له اتق الله يا أبا بكر وارجع الحق لأهلي، ارجع الحق لأهلي، فخلاه في موقع، ولذلك تعرض إلى مصائب. يعني معروف أبو ذر ماذا تعرض طوالها إلى أن قتل شهيدا رضوان الله تعالى. في المقابل خلى واحد اللي هو سلمان رضوان الله تعالى عليه خلاه داخل الدولة، انطاء إجازة قال أنت روح ادخل وياهم وتقرب وياهم حتى تكون عينا لنا عليهم، إلى درجة وثقوا بي عمر خلاه والي من قبله على المدائن. شوف شلون وزع الأدوار، جماعة خلاهم بالنظام، جماعة ضد النظام، أنت ظاهرا تشوف سلمان منهج، أبو ذر منهج آخر، لكن هم بيناتهم تنسيق. إحنا بنقول لهؤلاء الإخوة نحن نحتاج إلى سياسة الحمائم والسطور، لابد يد تصافح ويد تصفع، هكذا يجب أن يكون. إحنا نأخذ جانب الصقور، إحنا نأخذ اليد التي تصفع، أنتم خذوا يد جانب اليد التي تصافح الحمائم، نوزع الأدوار فيما بيننا، لأنه هذا الاتجاه إلى ثمرات، هذا الاتجاه أيضا إلى ثمرات، لاحظتم؟ بشرط كلا الاتجاهين ما يتعدى الضوابط الشرعية. يعني الاتجاه الأول مثلا اللي مثلا يتخذ أسلوب الحمائم ما يروح يمالئ المخالفين ويداهنهم فيرتكب بعض المحظورات الشرعية كالترضي على أبي بكر وعمر مثلا، لعنة الله علينا مثلا، هذا مو تقية. هذا التقية كما يقول الإمام الصادق عليه السلام فيما لا يحق باطلا ولا يبطل حقا، أنت هذا الباطل لما تترضى على أبي بكر وعمر قد أحققته، قد أحققته، لاحظتم؟ فالقضية تحتاج إلى ضوابط. زين، فإذا ثورة الحسين عليه السلام تكون مختلفة والعياذ بالله. منهاج أمير المؤمنين عليه السلام بعد معركة الجمل، اقرأوا كتاب سليم بن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه، الذي هو كتاب معتبر، قال الأئمة المعصومون عليهم السلام لما عرض عليهم هذا الكتاب قالوا هذا حديثنا، رحم الله سليمان، هذا حديثنا كله نعرفه. اقرأوا كيف كان أمير المؤمنين قبل معركة الجمل، كان يعمل بشيء من التقية، بعد معركة الجمل هو الراوي سليم بن قيس يقول في البصرة لما خطب بهم رفع التقية فبان الوجوم على وجوه القوم، بان الوجوم، وسبب مشاكل وسبب قتل للشيعة القلائل الذين كانوا في الشام، لأنه وصل الخبر إلى معاوية ومعاوية خطب بالناس هو وعمر بن العاص لعنة الله عليهما، وهذا موجود في كتاب سليم بن قيس، قال أيها الناس إن عليا يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان، فهاج الناس، هاج الناس وانقضوا على الشيعة وقتلوا. لا شك أمير المؤمنين كان يعرف أنه كلامه هذا سيرتد على بعض الشيعة بالقتل، لكن كان لابد من ذلك. ولذلك في آخر الرواية، هي رواية مطولة إحدى روايات سليم بن قيس، في آخر رواية يقول سليم بن قيس يقول ثم استبصر عامتهم بعد وعرفوا الحق، هذول نفسهم اللي كبان الوجوم
في وجوههم، ما كانوا متحملين كلام أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة بالذات، إلى درجة في نفس الرواية عمار بن ياسر 3 مرات يقوم يقطع خطبة أمير المؤمنين يقول له يا أمير المؤمنين كف عنها فإنها أمك. 3 مرات أمير المؤمنين ينزل بطعن شديد على عائشة لعنها 3 مرات، وفي كل مرة أمير المؤمنين شو يجاب؟ يقول كلا إني مع الله، إني مع الله على من خالفه. مبدأ، شوفوا القضية واضحة. مع الأسف هؤلاء أقدر أعبر هكذا ما ذاكروا جيدا، وإلا لو ذاكروا المتون الفقهية جيدا، لو قرأوا على الأقل رسالة التقية للشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، لوجدوا كيف الشيخ الأنصاري يصرح بأنه التقية لا تكون واجبة دوما إذا كان إحقاق الحق وإقامته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتطلب رفع التقية، فأهلا برفع التقية. والتعبير عند الفقهاء فيجب عليه أن يمد رقبته للسيف، لاحظتم؟ وإلا نخطئ جمهرة علمائنا يا قوم، جمهرة علمائنا، لأنه ما من عالم من علمائنا الكبار خصوصا المتقدمين إلا وتجده قد رفع التقية، يعني عمل بغير ما هم يدعونه إليه. قلت لكم شيخ المفيد ألف كتاب الكافية في إثبات توبة في رد توبة الخاطئة، وشوف المطاعن التي سجلها على عائشة. يعني الشيخ المفيد بالله عليكم الذي 3 مرات الإمام الحجة يرسل له رسالة مكتوبة بخط اليد ويقوم على قبره وينعاه ويكتب هذين البيتين من الشعر: لا صوت الناعي بفقدك إنه رزء على آل الرسول عظيم. الشيخ المفيد بجلالة قدره ما كان يعرف حكم التقية، مع أن عصره أظلم من عصرنا، وجوب التقية إن وجبت في عصره أوجب من عصرنا، مع ذلك يؤلف كتب وبالكتب بصراحة يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة. ومو غبي الشيخ المفيد والعياذ بالله حتى يفترض مخالف ما يقرب الكتب. لا هذا اللي أجاوبه هسه، أقول الشيخ المفيد على جلالة قدره ليس والعياذ بالله غبيا اللي ما يفترض هذا الكتاب اللي يألفه يقع نسخة من نسخه بيد واحد من المخالفين فيقتل شيعيا بسببه. هذا مو الشيخ المفيد، إذا هذا ليس شيخا أصلا. إذا يكون على هذا الدرجة من الغباء والعياذ بالله والغفلة، فإذا هذا ليس بالشيخ المفيد الذي نجله ونقدسه ونحترمه. كلا، الشيخ المفيد كان يعرف هذا الحكم جيدا، ولكن يدري أنه هو قناة لتراث أهل البيت صلوات الله عليه. إذا يدفن هذه الحقائق وهذه الروايات، يا شباب دققوا، إذا كان العلماء الذين هم قناة هذا التراث يدفنون هذه الحقائق فما كانت لتصلنا أبدا، وكنا إلى اليوم ظالين، ما نعرف موقف أهل البيت تجاه هؤلاء الظلمة، ما نعرف. فلذلك هم يعلمون بالتقية، ولكن كما يقول والد العلامة المجلسي الشيخ المجلس الأول التقي المجلسي رضوان الله تعالى عليه، يقول: ولكن كان يحملهم الغضب لله ولرسوله ولأوليائه عليهم السلام على رفع التقية. قضية واضحة، حرصا على بقاء الحق، حرصا على أن التشيع يبقى. لو كل عالم عمل بما هم يريدون ما يبقى عندنا شيء، التراث ما يصل. الشيخ المفيد في كتاب تصحيح الاعتقادات هو بنفسه يصرح لما كان يرد على شبهة التقية أنه لما لا يعمل بالتقية وكذا، كان يقول: لنا في سيرة أهل البيت عليهم السلام، يعني لنا في سيرتهم عليهم السلام هذا المثال، أنهم أمروا، هذا نص عبارة الشيخ المفيد، يقول: أمروا جماعة من أصحابهم بالتزام التقية، وأمروا جماعة آخرين بالكف عن التقية والجهر بالحق. وزعوا الأدوار، وزعوا الأدوار. هذا الذي نقوله، لابد تحت هذه السماء من أن يكون ولو واحد ينطق بالحق كما هو، لابد، وإلا تضيع الحقائق. الشيخ المفيد في كتابه يروي هاي الرواية بدون تلميح، بتصريح، يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدعو على عمر بقوله: اللهم اجزي عمر لقد ظلم الحجر والمدر.
بالله عليك قل لي الشيخ المفيد ليش ما حذف اسم عمر؟ ليش أصلا جاب هاي الرواية؟ يعني ما يدري أنه مخالف ممكن يشوف هاي. نعم 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 نعم. الجنة كتاب الجنة تقرأ أو تصحيح الاعتقادات. أجيب لك المصدر بالصفحة إذا تريد، وجائزة في المحاضرات إذا ترجع إليه جائزة. هو بس واحد إذا يرجع، أنا أتمنى من المؤمنين اللي يشكرون علينا في هذا الاتجاه يسمعون سلسلة محاضرات بيان آل محمد في أعدائهم، بيان آل محمد في أعدائهم. أنا نقلت تراث، هذا التراث المغير، هذا التراث الذي لا يلتفت إليه. الروايات المعتبرة، الروايات التي رواها الثقات والأجلاء عن أئمتنا عليهم السلام في فضح أعدائهم وفي التأسيس لهذا المنهج الذي نسير عليه. الإمام العسكري أمرنا بهذا المنهج، قال بينوا عوراتهم، اكشفوا مثالبهم، لا تبقوا لهم باقية. لما سأله الرجل أنه ماذا أفعل مع جاري الذي يحتج علي بتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على أمير المؤمنين عليه السلام، شوف جواب الإمام العسكري. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول أنه من أعظم مصاديق النهي عن المنكر النهي عن ولاية أبي بكر وعمر. نهي نهي، تنهى الناس، إحنا دننا المخالفين يقول ما هذه ولاية باطلة، ننهاكم عنها بالأدلة بالمصادر. هو الكلام وين السب؟ لماذا يعني يتجنون علينا وعلى الواقع يقولون كل من يسب وكل من كذا؟ احنا وين سبينا؟ انا لما اقوم على المنبر واقول عمر ظالم، هذا ليس سبا، هذا وصف. لما اقول عمر مجرم، هذا ليس سبا، هذا وصف. اما اللعن فبعد ماكو انسان شيعي ما يفرق بين اللعن والسب. انا الذي يفرقني عنهم أنني لا أتحرج من اللعن، فرق. أنا ما قايم ماسك الميكروفون من أول إلى آخر أول محاضرة اللهم لعن عمر، اللهم لعن عمر، اللهم لعن عمر، ما عندنا هذا الاسم. أما لما يجي اسم عمر ألعنه لأني لا أتحرج، فرق هذا. فما يصير أنت تختزل كل القضية باللعن فقط، لاحظتم؟ على أنه حتى سبهم جائز بل مستحب، حتى سب ظلمة أهل البيت عليهم السلام، لأنه حرمة شرعية ليست لهم. حرمة السب إنما تكون متعلقة بالمؤمن، المؤمن له حرمة، فالسب سبه يكون من الكبائر. أما أهل الريب والبدع فرسول الله كما في رواية الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف، وهي رواية صحيحة معتبرة، يقول إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم كي يحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. شوف دقق الأمر النبوي ماذا يقول، يقول أظهروا البراءة منهم، ما يقول اكتموا كما يزعمون، يقول أظهروا. ليش تظهر؟ حتى لا يتعلم الناس، يتعلمون من بدعهم. لأنه الآن أبو بكر وعمر لماذا سيدان في العالم فيما يسمى العالم الإسلامي؟ ليش أبو بكر سيد؟ ليش عمر سيد؟ لأنه ماكو أحد يبين حقيقة أبي بكر وعمر. الرسول صلى الله عليه وآله يقول أكثروا من سبهم أيضا، مو فقط لعنهم. نعم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أكثروا من سبهم، سبهم نعم نعم أهل الريب والبدع من بعدي، من بعدي. وهذا للعلم هاي الرواية الحقيقة غافلين مع الأسف. ليش أقول مذاكرين جيدا؟ لأنه ماكو إنسان طالب حوزة إلا ولا شك يمر على هاي الرواية في إحدى المتون الفقهية التي يستدل بها الفقهاء على إسقاط حرمة سب أمثال هؤلاء، لأنه نحن عندنا السب من الكبائر، قضية واضحة. فعندنا استثناء، ماكو فقيه ما يجيب هاي الرواية لما يتعرض إلى هذا المبحث في المتون الفقهية المفصلة. إذا صاحب الجواهر روح اقرأ شنو يقول في موسوعة جواهر الفقه، يقول ومن هذا يستفاد على أنه أهل الريب والبدع، الظلماء، الطواغيت، أعداء آل محمد عليهم السلام، هؤلاء تسقط عنهم حرمة السب، حتى حرمة السب تسقط عنهم وتنقلب إلى الحكم بالاستحباب. لاحظتم؟ فالقضية واضحة. إذا مشيتم في هذا الاتجاه وهو وضع هذه القاعدة، وهي قاعدة باطلة خاطئة تدل على نقصان العلم، أنه أي شيء يؤدي إلى سفك الدماء فهو شنو؟ باطل، محرم، منهج خاطئ، زين، عدو لأهل البيت، وما أكبرها من كلمة تخرج من أفواههم حقيقة. فإذا العلامة المجلسي صار عدو لأهل البيت،
لأن العلامة المجلسي ثلاث مجلدات من موسوعته بحار الأنوار اسمها مجلدات المطاعن. أنت شوف شنو تقرأ فيه، ثلاث مجلدات جمع فيها الروايات التي تطعن في أبي بكر، عمر، عثمان، عائشة بالاسم بدون تكنية أو بدون تلميح. علامة المجلس يصير عدولي آل محمد، والد الشيخ التقي المجلس الأول يصير عدولي آل محمد، الشيخ أبي الصلاح الحلبي صاحب تقريب المعارف الذي خصص فصلا كاملا في كتابه اسمه فصل في النكير على أبي بكر وعمر وعثمان، وروى فيه روايات آل محمد عليه السلام ضد هؤلاء، من بينها رواية الحسين بن علي صلوات الله عليهما إن أبا بكر وعمر، هاي بالنص بالنص، شوف مو إن فلان وفلان، مو إن الأول والثاني، مع أنه حتى الأول والثاني يسجلها في كتاب أخوة المخالفين يفهمون، مع ذلك يصرح. قال الحسين إن أبا بكر وعمر ظلمانا وضيعانا وحملان الناس على رقابنا، أما والله لتهمز به أنفسهما يوم يلقى يوم يحتاج الناس شفاعة. هذا بالنص الشيخ أبو الصلاح الحلبي الذي إلى اليوم إحنا نقرأ آراء في الفقه، إلى اليوم ما يعرف حكم التقية، كان عدو لآل محمد عليهم السلام، من يقول بهذا يا قوم؟ غلط أنه نجعل العرف والعادة حكما شرعيا، هذا الذي ينطلقون منه العرف والعادة مو الأحكام الشرعية. قلت لك الشيخ الشيخ الأنصاري قسم التقية إلى خمسة أقسام، منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، منها ما هو مباح، منها ما هو مكروه، منها ما هو حرام، وأعطى مثالا على كل قسم. كيف يدعي أنه التقية واجبة على طول؟ شلون يصير؟ على أي أساس؟ شيخ نقل عن كلام المعصوم، كلام المعصوم يقول التقية ديني ودين آبائي، احنا رفضنا حكم التقية. كلام الإمام المعصوم عليه السلام شوية دققوا في معرض إثبات أن التقية حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، مو دا يقول لك دائما اعمل بالتقية. كيف يقول الإمام عليه السلام هذا وهو في مورد آخر يقول التقية لا تجوز فيما لا فيما يبطل حقا ويحق باطلا؟ إذن وضع شروط. كيف إذن يقول هذا وهو يحذر من انقلاب التقية إلى مرض في آخر الزمان؟ يقول أما والله لو ظهر مهدينا عليه السلام، مضمون الرواية، ودعاكم إلى نصرته فستقولون له لا نفعل إنما نتقي، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم. هذا الإمام المعصوم ذي يقول إيش عجب حفظت هذه الروايات ونسيتم هذه الروايات؟ كيف تقول التقية واجبة على طول؟ أصلا أي فقيه يقول بهذا؟ إخواني التقية رخصة لا عزيمة. لما نقول رخصة العزيمة مثل الصلاة، يعني واجبة، تسقط الصلاة ما تسقط، حتى وأنت في البحر وده تغرق إذا عندك إمكانية لازم تصلي وأنت بجفنيك تصلي، لاحظتم؟ ما تسقط لأنها عزيمة. أما الرخصة يعني شنو؟ يعني لك أن تفعلها، لك أن لا تفعلها، إن تحقق موضوعها، إن تحققت شرائطها. إحنا دناقش هل موضوع التقية الآن متحقق، شرائطها متحققة أم لا؟ يجيب لك رواية أن الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام قال ما مضمونه التقية باقية إلى زمان المهدي عليه السلام، فيقول لك إذن معناه أنه نعمل بالتقية في كل الموارد. أنا حتى أقرب المفهوم لأنه هذا بحث حوزوي يصير، بس أنا دا أجيب شوية سهل الأمر. شوفوا الخروج عن التقية يولد مفسدة، هسه جاي إن شاء الله. زين شوفوا إخواني، في نفس أبواب التقية في الوسائل، ارجعوا إلى كتاب وسائل الشيعة الذي عليه المدار في الاستنباط الفقهي عندنا، في نفس هذا الكتاب تقرؤون أن الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام من باب التقية نهانا عن ذكر علي وفاطمة صلوات الله عليه. قال الإمام الصادق عليه السلام إياكم وذكر علي وفاطمة، ممنوع، خلاص حرام، ما تذكر علي وفاطمة ولا فضائل علي وفاطمة، ما تذكر أبدا، كل هذول الخطباء يصيروا مجرمين. بس سبونا بأسنتكم، ها لا لا، غير هذا غير هذا، شوف دقق في هذا المثال. لا لا. الإمام الصادق عليه السلام يقول حديث شريف صحيح عندنا،
في الكافي مروي، في وسائل الشيعة مروي، اقرأوا. يقول يوجه الأمر لشيعته: إياكم وذكر علي وفاطمة عليهم السلام. يعني حرام عليك أيها الشيعي أن تذكر عليا وفاطمة في ملأ من الناس. هل أحد الآن يلتزم بمضمون هذه الرواية؟ لا أحد يلتزم، مع أنها رواية صحيحة. لماذا؟ يقولون لأن الرواية في ذلك الزمان من يذكر عليا وفاطمة كان يقتل. لاحظتم؟ أما الآن ارتفع هذا الموضوع، أي بعبارة أخرى الأمر بالتقية كان يشمل منع التحديث بفضائل أهل البيت عليهم السلام في ذلك الزمان، أما الآن ارتفع هذا المنع، ارتفع هذا الموضوع الذي يأتي عليه الحكم، فلذلك يرجع الحكم إلى أصله وهو استحباب نشر فضائل علي وفاطمة صلوات الله عليهم. نفس الشيء الذي يقولونه في هذا نحن نقوله في جانب البراءة. الروايات التي تتحدث تقول مثلا لا تذكروا أعداءنا بأسمائهم وما أشبه هذه الأمور، هذه ناظرة إلى ظروف ذلك الزمان لا ظروف كل الأزمنة. وإلا كما قلت نخطئ كبار العلماء، نجرم كبار العلماء ونعتبرهم أعداء لآل محمد عليهم السلام. قلت لك سيد أبو كرر روح وراء هذا الموضوع، ألف لك موسوعة فقط ما الذي ذكره علماؤنا الأبرار من نصوص صريحة في تجريم والنكير على أبي بكر وعمر وعثمان ومن أشبه بالاسم. فهؤلاء كانوا يعرفون الفقه، مو كالمتطفلين على ساحة الفقه، يعرفون هذه الأحكام، فلذلك لا يأتون ويقولون التقية واجبة على طول، التقية تبقى إلى زمان الحجة عليه السلام. هنا هذا النص ناظر إلى الحكم، إلى أصل بقاء الحكم مو إلى الموضوع. يعني تارة شرائط تتحقق، تارة شرائط لا تتحقق، لاحظتم؟ أما الحكم بحد ذاته موجود، الرخصة موجودة. لما يأتي المهدي عليه السلام يرفع أصل الحكم الرخصة. بعد المهدي ماكو تقية، يعني ما يجوز لأحد حتى في معرض الضرر في معرض الهلاك أن يعمل بالتقية، لأنه يرفع أصل الرخصة. لاحظتم؟ هذا تفصيله، لو واحد يذاكر يبحث شوية يعرف. ثم أسألكم أنا بالله أيضا في هذا كله ضمن الجواب النقضي، كله ضمن الجواب النقضي، أنا أقول هؤلاء الذين يعتبرون من العلماء في عصرنا، زين، كالخميني كمحمد باقر الصك، ساروا أم لم يثوروا؟ سار. تسبب ذلك في سفك دماء الشيعة أم لا؟ زين، لما لا تخطئونهم وتجرمونهم وتعتبرونهم أعداء لآل محمد لأنهم رفضوا العمل بالتقية؟ عندكم جرأة تقولون هذا الكلام؟ عند واحد منهم جرأة يقول هذا لأنه ما صالح الشاه وعمل بالتقية فهو مجرم وعدو لآل محمد، ومحمد باقر الصدر لأنه ما صالح صدام؟ طبعا مو ضد الثورة، لا تفهموني غلط، لا أكيد أنا بالعكس أنا مع الثورة على الظالمين. أنا دا أقول إذا صححتم أمثال هذه الجهود السياسية، من غاية ما يقال فيها كان جهدا سياسيا من أجل إنهاض الشيعة، من أجل رفع الظلم عن الشيعة، من أجل حفظ الحوزات، من أجل حفظ الدين، إذا صححتموها رغم ما ترتب عليها من مجازر، هي الحرب العراقية الإيرانية لوحدها 800 ألف قتيل قرابة مليون، غير الجرحى غير الكذا، الانتفاضة وكل هاي تداعيات، شنو تلك البيانات التي دعت إلى الثورة على صدام. إذا صححتم عمل هؤلاء مع أنه كان مجرد جهد سياسي، رغم أنه سفكت دماء شيعية في هذا الخصوص وبالملايين، فصححوا أيضا ما نقومه به نحن به من جهد عقائدي لا سياسي، وإن تسبب في سفك بعض جماعة الشيعة. يعني عجب باؤكم تجر في السياسة، وباؤنا في العقيدة في الشريعة في الولاية والبراءة لا تجر. قسما بالله أن يذهب الإنسان ضحية جهره بعداء أعداء محمد عليهم السلام والإنكار عليهم، أن يذهب ضحية ذلك أشرف مليون مرة من أن يذهب ضحية أنه يقاوم استعمار أو يقاوم بعض السلاطين أو بعض الحكام، أشرف مليون مرة. أنا أتمنى هكذا موت،
أتمنى موتك أنه يقتلوني بسبب أنني قلت كلمة الحق في عمر قاتل الزهراء البتول صلوات الله عليه. أي تقريب فيها؟ ثم يا أخي انظر إلى الواقع، أي الاتجاهين بالله عليكم يحقق نجاحات أكثر في تحويل المخالفين إلى التشيع؟ وأنا أتحدى بالأرقام وبالصوت وبالصورة، جو دي يتشيعون موجودين، الفيديوهات موجودة بالإنترنت، واحد أي واحد يقدر يروح يشوف هذول الشباب اللي إجوا من المخالفين، في حين الطرف الآخر ما شيع أحدا. وين شيع أحدا؟ بمنهجيته، فما شيع إلا القلائد. أما في المقابل نحن نحقق نجاحات، فإذا مالك حق تقول إحنا أعداء محمد والعياذ بالله، شنو هذا الكلام؟ هذا مو صحيح. يقف أمامك أهل البيت وآل محمد عليهم السلام يوم القيامة ويحاسبوك، أحسنتم، أنه كيف تفوه بمثل هذه العبارة على شخص إنما يجاهد فينا. جاء ذلك الشخص إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال أنا أخاف لما أسير بهذا المنهج، فقال له الإمام الصادق عليه السلام أما تحب، ألا تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ الله منو قال إنه إحنا نشعر والعياذ بالله بذرة تأنيب ضمير على منهجنا؟ يشهد الله عليه، وهذا الإمام الحجة عليه السلام موجود، سلام، أني على بصيرة من أمري، ما شاء الله، على يقين من ديني، ومستعد لمن لا يرضى بعد إقامة الحجة عليه أن أباهله حتى على هذا المنهج، مستعد أن هذا المنهج من مرضي عند صاحب العصر صلوات الله عليه، ومبارك عند صاحب العصر صلوات الله عليه، ووجدناه بأم العين. أنا تعرضت إلى أزمة ماكو أحد بالكويت ما يعرف أنه هذا راح وراء الشمس لما اعتقلوني. 25 سنة أنا عليه أحكام سجن، 3 أشهر أطلع بقضية إعجازية كرامة من مولاي أبي الفضل العباس عليه السلام، الكل متعجب إلى يومنا الحالي، إلى يومنا الحالي، إلى يومنا الحالي. احنا بنشوف بركات هذا الاتجاه يا جماعة، بنشوف بركاته. احنا نعلم انه من يجاهر بالحق ويجاهد في سبيل الله عز وجل ويبذل دمه رخيصا لأجل ذلك ويصدع بالحق يكون عزيزا عند أهل البيت عليهم السلام، لا شك ولا ريب. هذا العلامة المجلسي يروي هذه الرواية عن الشيخ أبي راجح الحمامي رضوان الله تعالى عليه، رجل ببركته بسببه تشيعت الحلة بالعراق، تشيعت، والسبب هو حمامات ذاك الزمان. أي واحد كان يجي، هو الشيعي الوحيد بالمدينة تقريبا، زين، أي واحد يجي كان يطعن في أبو بكر وعمر وعثمان وكذا، بالصراحة موجود رواية بالبحار، أنا راح أقدر أروح أشوف، يطعن بهؤلاء، يسفه هؤلاء، زين، إلى أن اعتقلوه وقتلوه، يعني عذبوه وتركوه حتى يموت، كان دا يحتضر. الإمام صاحب العصر عليه الصلاة والسلام جاءه كما في رواية العلامة المجلسي، مسح عليه، هذا قام، الناس شافت البارحة هذا كان مقطوع لسانه، مكسورة رجله، كان وجهه كله مدمه، اتغير شكله بالكامل، صارت معجزة عجيبة. حاكم الحلة اسمه مرجان الصغير كان اسمه، هذا تشيع، أهل ولايته كلهم تشيع. ما شاء لو كان العمل غير مرضي عند الحجة عليه السلام ليش يروح لهذا أبي راجح الشكل يسوي له؟ لا يا جماعة، لنخلي العادة وضعفنا. أنا أدري أدرك أن نفسية الشيعي بسبب هاي الجور والاضطهاد عبر القرون صارت نفسية الخنوع والخضوع والخوف والجبن، هذه حالة طبيعية في الإنسان، إنه هل قد شايفين مصايب إحنا، فطبيعي يصير هكذا. لكن إشكالي وين؟ لا يتم تعليق هذا على شريعة الإسلام، على منهج آل محمد أبدا. عمر ما كان منهج أئمتنا عليهم السلام الذلة، هيهات من الذلة، هيهات، عمر ما كان هكذا، بالعكس. مع ذلك يا جماعة إحنا مدى نقول أنتوا روحوا وإطعنوا في المخالفين بشكل استبدالي، بالعكس أنتم يجب أن تشفقوا على المخالفين. أنا كل اللي أقوله يجب أن لا تتحرجوا من إظهار مثالب أعداء محمد أمامهم، بس هذا الذي صنعه أسلافنا وماتوا شهداء في هذا السبيل،
هذا الذي فعله علماؤنا، هذا الذي فعله أئمتنا. قلت لك إذا تخلي هالقاعدة تمضي عليها تخطئ الكل، تجرم الكل، تجرم الكل، ما تبقي أحد، ما تبقي أحد. شوفوا الشيعة سابقا في قضية يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، كان وضع يزيد مثل وضع أبي بكر وعمر في زماننا بل أشد، يعني ما حد يريد يتجاسر عليه بكلمة، كان يقتل. يعني من يتعرض ليزيد في زمان بني أمية كان يقتل. الشيعة ما عملوا بهذا القانون، استمروا بفضح يزيد صحيح، وقتل كثير منهم بهذا السبب، لكن تثبتت حقيقة أن يزيد ملعون. رفعوا السقف إلى معاوية بعد الآن. اقرأ المسلمين، هذا كله يحتاج إلى دراسات تاريخية مفصلة، إن شاء الله أكون مؤلفات في الطريق في هذا الخصوص. فمعاوية رفعوا إلى السقف، فطاح معاوية، رفعوا السقف إلى عثمان، ما أدري إيش صار بالشيعة في الزمان الأخير، ما أتمدد إلى عمر وأبي بكر. إحنا اللي نحاول أنه نرفع السقف أكثر، نرفع إلى أبي بكر وعمر عائشة. إحنا نقول بالدليل، اعرض فضائح هؤلاء من كتب القوم، اعرضها بالدليل. نعم هذا يسبب استفزازهم لا شك، لكنه استفزاز في سبيل الحق. إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله قام بأعظم خطوة استفزازية لما كسر أصنامه، هذا أعظم مقدسات كانت أصنامه كسر، كانت خطوة استفزازية لو لا؟ لا شك، بس ما شف شارة لتحطيم هذا الوهم إلا كسر هذا الصنم. أنتم أيضا عليكم أن تكسروا صنمي قريش، تحطمون هذا الوهم اللي موجود عند المخالفين، حطموا هذا الوهم عندهم. هذا المنهج منهج شرعي قائم على أصول شرعية، على مبادئ شرعية، فيه روايات. من الخطأ أنت تستدل بروايات لا تفقه معناها، تستدل بروايات هي يكرر أنه التقي ديني ودين آبائي، خو ندري، ولكن كلامنا التيمم هم ديني ودين آبائي، تروح تتيمم على طول؟ ما تتيمم على طول، لما يتحقق موضوع التيمم أكو ضرر عليك بسبب الوضوء، أو ما عندك ماء تروح شنو تتيمم. نفس الشيء التقية، التقية الواجبة هي تلك التي يكون تركها مسببا لقتل الإمام المعصوم صلوات الله عليه، ما عدا هذا فتنقسم إلى أحكام، وإذا كانت تسبب إزهاقا لحق أو موتا لحق أو إحقاقا ورفعة لباطل فعلى الفقيه أن يمد رقبته للسيف كما قال فقهاؤنا تبعا لأئمتنا عليهم السلام. ولهذا سبب تشوف كثير من علماءنا ماتوا شهداء، الشهيد الأول محمد بن مكي العامري، الشهيد الثاني جمال الدين الجبع العامري، الشهيد الثالث المحقق الكركي، الشهيد التستري، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. كل هؤلاء شهداء من علمائنا لأنهم ما عملوا بالتقية، ما عملوا بالتقية، بس كان شو وظيفته هكذا. أنا هم بيني وبين الله تعالى في هذا الزمان أرى وظيفتي بسبب أن الآخرين مع الأسف يتحرجون أو يجبنون عن إظهار الحق، أنا أشوف وظيفتي أن أنقل هذه العقيدة للأجيال. ما أريد يقع فينا مثل ما وقع في الزيدية، ما أريد أن أجد الذي وجدته. أنا التقيت بشباب شيعة لبنانيين لا يتبرؤون من أبي بكر وعمر، والتقيت واحد عراقي هنا هم إجاني بالمكتب، إجاني في الوقت قال أنا لا ما أقبل بهذا الشيء، ما أقبل. الرسائل التي تريدني عن طريق الموقع اقرؤوها، شوفوا الناس شيعة من داخل العراق من كل ما أقول جزاك الله خيرا يا شيخنا بصرتنا بها، ولا إحنا كنا غافلين، ما نعرف، ما نعرف هذه القضايا. هذا غير أنه دي أشوف المتشيعين، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وأنا أفخر بهؤلاء وهؤلاء أجعلهم حجة بيني وبين ربي عز وجل أنه أنا بسبب هذا المنهج شيعت هؤلاء. وقلت المخالفين يعلمون اليوم، كلهم يعلم، ماكو حتى أصغر مخالف يعلم بأن الشيعة يرفضون أبا بكر وعمر، عندهم موقف سلبي من هؤلاء، من عائشة من أشبه، بس ما عندهم جواب على ذلك، يعني عنده علامة استفهام بس ما يعرف الجواب. احنا كل اللي نسويه ده نقدم له الجواب بكل صراحة بالحقائق، ده نربطها الحقائق الموجودة عندهم بالحقائق الموجودة عندنا، ونجمع هذه جميعا في تحليل علمي خطابي واضح يؤثر فيهم. فلهذا كل الذين تشيعوا عن طريقي قالوا النقطة الأساسية التي جعلتنا ننجذب لهذا الشيء انك انت ما تخادع،
أنت ما تنافق. حتى في واحد أرسل لي رسالة قال أنا ما تشيعت إلى الآن، لكن على الأقل أحترمك لأنك لست منافقا، أنت مو مثل البقية نسألهم أسئلة مباشرة ما يجابون. أنت تروح للمستقلة ليش تخزي الشيعة؟ ليش تروح للمستقلة يوجه لك سؤال مباشر يقول لك ما موقفهم من أبي بكر وعمر، تعتبرهما مسلمان أم كافران؟ يقول لك احنا نحترم كل الصحابة. ليش جاب جواب عائم فيقول هاي تهرب وهاي تهرب؟ جاب جواب صريح قل نعم. قال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر كافران، كافر من أحبهما. خلص قل له أنطيك الدليل شلون كافران، الذي يرد على رسول الله ويقول إنه لا يهجر كافر، قدم له الدليل. خلي الكرة ملعبة، خلي هو يتورط، خلي أنت هاجمه لا تخليه هاجمه، هو اللي عنده خلل يتولى هؤلاء، مو احنا عندنا خلل ينعادي هؤلاء. احنا دا ننطلق من الفطرة الإنسانية في معادات هؤلاء، طبيعة الإنسان يرفض الجائرين الظالمين. انت قدم هذا الشيء أمامهم، خلي هم وضعهم يهتز، مو وضعنا احنا يهتز. لا تظهر بمظهر الخانع والضعيف والمخادع أو المراوغ، هذا مو صحيح. ومع هذا نقول احنا مهما اختلفنا مفروض توصل الى مستوى التجريح، الطعن في الاشخاص والحكم عليهم بانهم اعداء محمد عليه السلام والعياذ بالله. باي وجه شرعي انت تحكم بهذا الحكم؟ ومن انت حتى تحكم بمثل يعني تقابل ربك بهذا الكلام، وان شاء الله نخاصمه امام الله تعالى وامام اهل البيت عليه السلام بهذا الكلام. احنا اللي قلبنا ده يعتصر من اجل محمد عليه السلام، ده ينطلق من الغيرة عليهم، تقول احنا اعدائهم والعياذ بالله. على اي اساس انت اللي مع الاسف جهلت الاستدلال الصحيح؟ انت ده تتهرب حتى من مجرد الملاقات، مجرد الكلام، كلام بالتليفون ما حاضر يسمع. شنو كان يضرك اذا سمعت نص ساعة انا دا احكي شنو اقول؟ على الاقل اخذ فكرة، اخذ وجهة نظر هذا الشخص. الله يوصل، ان شاء الله يوصل. وقل له لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إحنا وأنتوا إحنا كنا نفس القرية إن شاء الله. الأفضل في اللقاء، اللقاء جلس حتى هذه تنحاز، يعني هذه بوسط تليفون دا يرفضون. وإحنا شنو نقدر نسوي؟ إحنا قدمنا الشباب جزاهم الله خيرا، قدموا كل المبادرات، متى يقبلون؟ وإن شاء الله يقبلون، إن شاء الله يقبلون، إن شاء الله يقبلون.